أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلاب الصف الثامن. في هذا المقطع سوف أوضح لكم المادة التي سوف نتناولها بداية الأسبوع المقرر. نتمنى لكم كل الخير خلال الأسبوع. بعد أن يتعرف الطالب إلى الفرق بين فن التقرير وفن المقال، عليه أن يقوم بأداء المهمة التكوينية الأولى للمقارنة والمقابلة بين فن التقرير وفن المقال. في المهمة التدريبية الأولى للمقارنة بين فن التقرير وفن المقال، يقرأ الطالب النصين المعروضين أمامه، ثم يقوم بالمقارنة بينهما من حيث العنوان والفكرة واللغة والبناء والاتصال بعبارة البحث. على سبيل المثال، سوف يعرض أمام الطالب نص مقال يتحدث عن التنمر، ولا بد أن يتذكر الطالب أن فن المقال هو ما يحوي على مقدمة وعرض وخاتمة، وبالعادة يكون متسلسل منظم في الأفكار، لكنه لا يحتوي على نسب وإحصائيات ورسوم وأعداد كما يحتوي التقرير. بالنسبة لفن التقرير، فن التقرير سوف يعرض كذلك تقريرا عن نفس الموضوع ألا وهو التنمر أمام الطلاب. على الطالب أن يعي أن هناك فروقات فردية بين فن التقرير وفن المقال. عند قراءة كل نص من النصوص سوف يأخذ هذا الموضوع أكثر من حصة للتعرف أكثر على طريقة كتابة مقارنة ومقابلة بين فن التقرير وفن المقال. بناء على ذلك سوف يبدأ في الكتابة. عليه البدء بمقدمة، هذه المقدمة يجب أن تكون بادئة فكرة المقارنة والمقابلة، تكون كتمهيد أولي. بعد ذلك يبدأ بالحديث عن فن التقرير وعن فكرة فن التقرير وأهم ما يميز فن التقرير وبعض الأمور الخاصة في فن التقرير. بعد ذلك عليه الانتقال إلى المقال، الذي أيضا يعد فن من الفن من الفنون الأدبية النثرية، الذي يتناول موضوعا. وفي هذا المقال يجب أن يركز الطالب ما الموضوع الذي يتناول هذا المقال ويناقش هذه القضية، لذا يعد هذا مقالا اجتماعيا أو عاديا أو غير ذلك. بناء على ذلك عليه أن ينهي هذه المقارنة والمقابلة بعد الحديث عن اللغة وعن القواسم المشتركة وعن لغة النصين وعن كل ذلك. عليه أن ينهي هذا المقال في خاتمة بسيطة تحقق وترتبط بجملة البحث والاستقصاء وتوضح الهدف من كتابة فن التقرير وكتابة فن المقال. وهكذا أحبتي الطلبة، نكون قد انتهينا من الأسبوع الأول في الوحدة الأولى. أسبوعاً سعيداً وموفقاً جداً أتمناه لكم. ادرسوا جيداً، حضروا أنفسكم بكل معنوية عالية. إلى اللقاء.